أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن ما يربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من علاقات متميزة وود واحترام متبادل بين الشعبين الشقيقين هو نتاج لعلاقة جمعت بين حضارتين عريقتين تمتدان لتاريخ مشرف من المواقف الأخوية الصلبة. وأضاف سعادته في مداخلة هاتفية على قناة NBC مصر أن هذه العلاقات يحرص على رسوخها وازدهارها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه وأخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. في مداخلة هاتفية على قناة NBC مصر شدد سعادة وزير الإعلام على أن مواقف البحرين مع مصر كما هي مواقف مصر مع البحرين، أساسها الوفاء والمحبة والمصير المشترك. ما يربط البحرين بمصر من علاقة أخوية بين صاحب الجلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس المصري، ما يربط الشعبين الكريمين من ود واحترام متبادل. طبعا هذه نتاج لعلاقة حضارتين تمتد لتاريخ مشرف ومواقف مشرفة متبادلة. احنا في البحرين ارتباطنا بمصر ومواقفنا مع مصر كما هي مواقف مصر معانا دائما، هي مواقف وفاء. احنا دائما نقول حبنا لمصر بالفطرة، يعني انا استطيع القول انه لا يخلو بيت عربي اليوم لم تكن مصر في يوم من الايام الا لها الفضل عليه، بعد الله في التعليم والطب والثقافة. مصر اللي كانت وما زالت لها الريادة في الدفاع عن الوطن العربي، من قدم التضحيات بالأرواح والمال والعتاد كمصر؟ وتطرق سعادة وزير الإعلام إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية ودور مصر لتحقيق الأمن والاستقرار. ما تتعرض له مصر سواء كان من مؤامرات أعمال إرهابية أو حتى حملات إعلامية تستهدف أمنها القومي، هذا لم يكن وليد اليوم، لأن اليوم من يريد استهداف الوطن العربي يستهدف مصر والسعودية خاصة، وإحنا نشوف دول عربية أصبحت بقايا دول وتلاشت الدولة الوطنية فيها. يعني أخي العزيز، أنا أود أن أؤكد أن من يعتقد ما يحدث اليوم هو تطور سريع لأحداث يعني غير متوقعة فهو يناقض نفسه. فالحكمة الحقيقة اللي تحلت فيها القيادة المصرية طوال السنوات الماضية هي امتداد لسياسة مصرية ثابتة، يعني ما يعكرها صفو طموحات مدفوعة من متآمرين على أوطانهم أو منتسبين للعرب اسما، بعضهم أو أغلبهم مرجعياتهم خارج أوطانهم. يعني على سبيل المثال المؤامرة الإعلامية في محاولة تهميش الثقل الأمني لمصر عبر قنوات كالجزيرة القطرية ما أتى بنتيجة طوال 25 سنة. ظلت مصر كما هي عمق استراتيجي وثقل أمني لكل عربي ما ينكر دورها في خدمة قضايا الأمة العربية إلا جاحد. كما أكد سعادة وزير الإعلام خلال المداخلة على موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ في دعم جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي تحقيقا للأمن القومي العربي.